أنهى عدلي القيعي مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي استعارة اللاعب يوسف جبالي صانع ألعاب فريق الشمس لمدة موسم، وذلك بعد أن اجتاز اللاعب الكشف الطبي وخاض التدريبات على ملعب النادي بمدينة النصر برفقة عمرو أبو المجد مدير قطاع الناشئين. ومن المنتظر أن يحصل الشمس على 50,000 جنيه قيمة استعارة اللاعب، على أن يسدد الأهلي 1,000,000 جنيه حال الرغبة في شرائه بشكل نهائي، ويحصل الشمس على نسبة 20% في حالة إعادة البيع.